إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة الشورى التي فسرناها في الدرس الماضي أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أوحى إليه بكما أوحى إلى أولي العزم من الرسل، وهو أصل أو بأصلين عظيمين من أصول الدين، وهما إقامة الدين وعدم التفرق فيه. وذكرنا أن إقامة الدين التي هي تكون تحت ظل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتي لا ينبغي أو لا يستقيم دين عبد إلا إذا أقام التوحيد لله خالصا في عبوديته سبحانه وتعالى، وأقام التوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه، فيكون دينه مبنيا على توحيد الله عز وجل عبودية، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم في القدوة والأسوة والاتباع. فالذي يعبد وحده لا شريك له هو الله سبحانه وتعالى، والذي يتبع ولا يتبع غيره في العبادة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الكلمة التي هي الشهادة هذا معناها، معناها أنك تعبد الله وحده لا شريك له ولا تجعل معه إلها آخر، وشهادة أن محمد رسول الله أي بمعنى أنك تجعله القدوة التي لا يجوز أن يتبع غيره في عبودية الله. أما في غير ذلك من الصناعات وما يجوز للعبد أن يقلد فيه فلا حرج أن يقلد الإنسان في استنباط صناعة أو اختراع أو أمور الدنيا، لا حرج له في ذلك. أما في العبودية الذي نتبعه ونقتدي به هو محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الله عز وجل الأصل الثاني، وهو أن هذا الدين نقيمه ولا نتفرق فيه. ومن أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع أو الحرص على الاجتماع ونبذ الاختلاف. وذكر الإمام أحمد رحمه الله والإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وغيره في كتبهم التي صنفوها في توحيد الله عز وجل، يعني كتب العقيدة وكتب التوحيد، وسموه كتب السنة، سموه كتب الإيمان، ذكروا أصلا عظيما بل جعلوه من أول الأصول التي يركزون عليها في الدين، هي الاجتماع وعدم الاختلاف. وهو ما يكون من قواعد الدين، من قواعد الدين هو الحرص على الائتلاف وأسبابه، يعني الحرص على جذب الائتلاف وأسبابه ودفع الاختلاف وأسبابه. المسلم، كل واحد من المسلمين سواء كان حاكما أو محكوما، عالما كان أو عاميا جاهلا، يتبع دين الله سبحانه وتعالى ويتبع العلماء، مقلدا كان أو عالما، فهذا يجب عليه أن يحرص أن يتبع هذا الأصل العظيم
وهو أن يجتمع مع الناس وأن يتخذ الأسباب التي تجمعه مع الناس، كما أنه يحرص على نبذ الفرقة والاختلاف وذرء هذه الأسباب التي قد تأتي بقسمة الناس إلى أقسام وفرق وأحزاب. وجاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنبذ هذه الفرقة الموجودة الآن التي نعيشها الآن. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعني هذه العبودية وهذه التقوى، وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون، عبودية الله وتقوى الله لا تقوم إلا بأن تجتمع الناس، يجتمع الناس على طاعة الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكر الله سبحانه وتعالى من نعمته ومنه وكرمه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الله عز وجل قال: ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أمرا مهما، وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد كنتم على شافة حفرة من النار فأنقذكم منها. انظر كيف كان هذا، كانوا على فرقة، كان فرقة، قال: فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار، ألف بين قلوبكم. انظر كيف أن الله عز وجل من عليهم بأنه ألف بين قلوبهم، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلبه الطاهر، قلبه النظيف، قلبه الرحيم الشفيق، هذا القلب النظيف هو الذي جمع الأمة. قال له الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. انظر إلى الأمر الذي بيّنه في مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الناس اجتمعت حوله، وهذا من مهمة الإنسان في الدنيا أن يكون سبب لاجتماع الناس. واجتماع الناس وتوحد كلمتهم أمر مهم في الدين. وانظروا إلى ما وصلنا إليه مما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، واختلفت النصارى إلى 72 فرقة، وستختلف أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وانظر إلى هذه الفرقة الذميمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الله عز وجل بيّن أن من تمام إقامة الدين هو أن لا نفترق، وكما بيّن أن عدم الافتراق يعين على إقامة الدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ذكر أن الدين هذا يكبر على الناس ويعظم على الناس الذين يلحدون في آيات الله، والذين لا يؤمنون بالله، والذين يحاربون دين الله، والذين يشمئزون من ذكر الله، هؤلاء يعظم عليهم الدين. انظر إلى الناس اليوم كيف يحاربون الدين بشتى الطرق. لماذا؟ لأن هذا الدين عظم عليهم، لا يوجد لهم عدو، لا يوجد لهم عدو في كلامهم وتصريحاتهم وتعليقاتهم إلا الدين، إلا دين الإسلام. هو الدين هو الذي فرق الأمة، والدين هو الذي كبح المرأة، والذي قتلها وقتل الحريات، وهو الدين الذي أنتج الإرهاب، والدين الذي فعل وفعل، والدين الذي غرس الكراهية في الناس، والدين الذي هو زرع التزمت في الشباب، والدين الذي هو زرع الفرقة بين الناس، والدين هو الذي زرع هذا التشدد الذي نراه في أوساط الناس. الدين هو المتهم الأول والأخير. هذا يسب أبا هريرة، وذاك يتكلم في البخاري ومسلم، وذاك يتكلم في التفسير، وذاك يتكلم في أصول تفسير كتاب الله عز وجل، والآخر يتكلم في القرآن الكريم جملة وتفصيلة، والآخر يجعل الكعبة كرمز جاهلي وغير ذلك. انظر كيف الآن عجوا بأصواتهم في الإعلام وغير ذلك، من أجل ماذا؟ من أجل الدين ومحاربة الدين. دائما الناس الذين يشمئزون من ذكر الله يعظم عليهم، يعظم عليهم ذكر لا إله إلا الله، يعظم عليهم ذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعظم عليهم ذكر الحلال والحرام، ويعظم عليهم أن تدعو الناس وتذكرهم بالجنة والنار. لأن الأصل في حياة الناس حتى لا تصيبهم الغفلة، حتى لا تصيبهم الغفلة، الأصل فيهم أن يبقوا على اتصال بالجنة والنار وديمومة في ذكر ذلك حتى يستقيم إيمانهم، كما مر معنا في حديث حنظلة
الآن الإنسان إذا مر معه ذكر الجنة والنار ارتفع إيمانه، وصار يطلب ما هو الحلال وما هو الحرام، وصار يبحث عن كيف يرقع دينه وكيف يصل علاقته بربه سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الناس من يشمئز لهذا الأمر، أعداء الله كثر منذ أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن هذا الدين أبدا تقول أنك تقدمه للناس فيفرحون به، وإنما لابد أن تجد أعداء، لابد أن تجد محاربين، ولو في عقر بيتك ولو في عقر دارك تجد من يحاربك، من يعاكسك، من لا يستجيب لك، من ربما يهجرك، من يتآمر عليك في بيتك، في العمل الذي تعمل فيه، في وظيفتك، في دراستك، في الشارع، في كل مكان. وهذا هو الدين. الله سبحانه وتعالى جعل سنة في هذه الحياة، وهي الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل باق إلى يوم القيامة، وجعله الله سبحانه وتعالى حتى يميز الخبيث من الطيب. والفتن هذه يفتن الله عز وجل بها الناس، أن يصفي قلوبهم، يصفي صفوفهم، ولا يبقى من الناس إلا الخلص، نسأل الله ثبت على دينه. قال الله تبارك وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم، كان كثير من المشركين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى، منهم كان عمر وكان غيره من الناس في قريش يحاربون الدين، ثم بعد ذلك هداهم الله وصاروا بعد ذلك من الصحابة الخلص، كعمر بن العاص وعمر بن الخطاب وغيرهم الذين كانوا مشركين، وثم بعد ذلك هداهم الله وصاروا صحابة، منهم من بشر بالجنة ومنهم من صاروا الخلفاء الراشدين. هذا من هداية الله لهم. كل الصحابة الذين عاشوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه ونصروه هم الذين كانوا على الشرك، ثم هداهم الله سبحانه وتعالى. فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يهدي إليه من ينيب أي من يرتمي إليه بقلبه، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ابتداء أن يكون له حركة في قلبه الذي يريد الهداية، ما يقول أنا نفعل ما شاء والله يهدي من يشاء. لا، الأصل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في البداية. أنت تكون لك ميولة ويكون لك اختيار وحب للهداية، ولذلك تجد كثير من الناس من الشباب في طريق الزيغ والهاوية، ولكنه يحترم أهل الذكر ويحب الناس المصلين ويتمنى أن يذهب إلى المسجد، تجده يصلي تارة ويترك تارة، وتجده لا يتلذذ بالمعصية، ذلك التلذذ الوطيد بين أهل المعصية والمعصية، وإنما تجد فيه شيء من الكراهة لهذا الفعل، وأحيانا يقول لك أدعو لنا الله يهدينا. فهذا الإنسان فيه الخير، وأحيانا يستغفر، وأحيانا يفعل شيء ويأتي يتصدق ويقول يقول هذه صدقة لعل الله يعفو عني، فيه شيء من الخير، فهذا يريد أن يتوب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويهدي إليه من ينيب، له إنابة، له شيء من الرجوع إلى الله، فيهديه الله بإذنه سبحانه وتعالى. وناس آخرون والعياذ بالله يعصون الله ولكن يتلذذون بالمعصية، بل يحاربون أهل الطاعة حتى يدافعوا عن مكانتهم ومعصيتهم، كالفئة التي ظهرت في بلدنا اليوم، الفئة التي تحارب الدين والتي تدعو إلى الحريات وتدعو إلى الحريات المزعومة وتدعو إلى التبرج، تدعو إلى الغناء وتزعم أنها ثقافات، وتحارب الدين بكثير من التصريحات. هذه فئة والعياذ بالله قلوبها مريضة، قلوبها تحارب دين الله سبحانه وتعالى، فقلما يهتدي الإنسان وهو لا يريد الهداية. الله يهدي إليه من ينيب ويهدي سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هؤلاء الأمم كلها تفرقت بعد ما جاءهم الحق، جاءهم العلم، فطائفة تميل إلى الحق وطائفة تبغي، طائفة لا تريد الحق لا تريد، فتتفرق. كذلك من الطوائف التي تفرقت كاليهود والنصارى، جاءهم العلم كاليهود عندهم العلم وتفرقوا إلى 71 فرقة، تفرقوا. قال الله سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله عز وجل: كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
هؤلاء الذين تفرقوا جاءهم العلم، عندهم علم ولكن تفرقوا. ولكن ما الذي يفرق؟ البغي. بغي. البغي هو الذي فرق الأمة اليوم عندنا نحن في أوساط المسلمين اليوم، في أوساط الدعاة وبعض العلماء الذين يتكلمون في بعضهم البعض بغير حق، وامتطى لذلك من امتطى لذلك الشباب الصغار الذين هم حدثاء الأسنان لا يعرفون من الدين شيئا، وأخذوا الكلام وبدأوا في ذكر عيوب الناس، ويا ريت يا ليتهم كانوا يتكلمون في عامة الناس فقط، وإنما تكلموا في الخلص. الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في المسجد أو في الساحات العمومية أو في القنوات أو في على المنابر أو يكتب، فتجدهم يحذرون منه ويتكلمون بغير حق. هذا البغي، حظوظ النفس، ليس لشيء إلا لحظ النفس، وقلما تجد الإنسان يتكلم. ولذلك صرفهم الله سبحانه وتعالى أن يتكلموا في أهل البدع الحقيقيين، وليس لهم جهود في الكلام على الشيعة والروافض وغيرهم من الفرق الضالة إلا أن يتكلموا في إخوانهم الذين هم على أصولهم. ويتكلم الإنسان في عرض الناس ويزين له الشيطان أنه يدافع على الدين ويدافع على المنهج ويدافع على العقيدة، فيجبد الناس بأسمائهم ويتكلم فيهم ويهتك أعراضهم، وأحيانا يتكلم على بيوتهم وأطفالهم وأولادهم ونسائهم زعما منه أنه يتكلم في الدين ويدافع عن الدين وله غير على الدين. هذا بغيا، قال الله بغيا بينهم، وخاصة ما يقع بين الأقران بين الناس، وهذا الحسد وهذه البغضاء وهذه الحظوظ النفسية لا يدفعها إلا اللجوء إلى الله. وتفرقنا هو عبارة عن عقوبة ربانية. العقوبة الربانية كما قال العلماء وكما قال الله تبارك وتعالى، قال ويجعل بأسهم بينهم شديدا، هذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجعل بأسهم بينهم شديدا. ما معنى يجعل بأسهم بينهم شديدا؟ أنك أنت تلقى مني الشر وأنا ألقى منك الشر، أنا تجد مني الأذية وأنا أجد منك الأذية، هذا البأس بيننا، بأس. جهودنا تصرف في بعضنا البعض ونتكلم في بعضنا البعض، أعداء الله يأكلون في لحومنا ونحن نأكل بعضنا البعض، وهذا لما يفلس الإنسان. المفلس العلماء يضربون مثلا يقولون المفلس كالكلبة جاعت فأكلت أولادها، نسأل الله العافية والسلام. المفلس الذي لا علم له وتنطوي عليه حظوظ النفس فيصير يصدر ماذا؟ الغيبة والنميمة والهجر بغير حق وغير ذلك. وهذا والعياذ بالله من صفات اليهود، من صفات اليهود هذا البأس الذي هو بينهم، ونحن مشينا على هذه الطريقة والعياذ بالله. فيجب على الأمة أن تستغفر الله وأن نرجع إلى الله، عسى الله أن يرفع عنا هذه العقوبة، عقوبة التفرق. فرقة عظيمة موجودة في الأمة الإسلامية اليوم، وهذه الفرقة كثير من الناس من تسمع يقول عليكم بالعلم عليكم بالعلم عليكم بالعلم، لا ليس العلم، وإنما علينا أن نرجع إلى الله قبل العلم، نرجع إلى الله، نتوب إلى الله، نستغفر الله من ذنوبنا، نستغفر الله لعل الله غضب علينا ففرق بيننا. والفرقة كما قال العلماء بنص الوحيين كتاب السنة عقوبة ربانية، إذا وجدت أمة متفرقة فاعلم أن الله قد غضب عليها. فالإجيب علينا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يوحد الله صفوفنا ويرجعنا الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا ووحدتنا. قال الله تبارك وتعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا أن الله كتب على نفسه سبحانه وتعالى أنه يمهل ولا يهمل، وأن الله عز وجل يؤجل إلى يوم الحساب، وكذلك ما هو موجود في أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله كتب أن لا يعذبها، أن لا يأخذها على بكرة أبيها كما فعل بلوط وعاد وثمود وغيرهم وقوم نوح، هؤلاء عذبهم الله فلم يبقى منهم واحد، ونحن نفعل الأفاعيل الكبيرة. هم الذين عذب الله عز وجل قوم شعيب كفروا بالله وطففوا الميزان ونحن طففنا الميزان، وقوم لوط ك
كفروا بالله وفعلوا الفاحشة ونحن فعلنا وانتشرت الفاحشة في قومنا، وكذلك الأقوام الآخرون فعلوا وانتهكوا حرمات الله، والأمة اليوم فيها كثير من ينتهك حرمة الله سبحانه وتعالى. وكيف الآن؟ الله ما عاقبنا، الله ما عاقبنا رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمهلها الله لعل هذه الأمة ترجع، أمهل لنا الوقت الله سبحانه وتعالى. كم عصيناه وكم أغضبناه سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله يمهلنا ونأكل ونشرب الماء ويسوغ لنا الماء رحمة من الله، يرزقنا الله سبحانه وتعالى. بعد ما يسب الإنسان الله يكفر بالله، يرزقه الله، يعطيه رزقه، ما يكف عنه رزقه، ما يقول أنت سبيتني أمام الناس في الشارع سبيتني وأنا أرزقك، ما يقول له الله عز وجل، يخليه كما يرزقه، يعطيه له رزقه كما هو، لا ينقص منه شيئا، رحمة منه سبحانه وتعالى. قال سبقت من ربك لأجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هذه سنة، إذا افترقت الأمة فإن إذا جاء جيل من الأجيال وافترق، الجيل الذي سيأتي بعده سيشك في الدين الذي كانوا عليه، لأن الفرقة تضعف مصداقية الدين. يقول الدين لما شوفكم متفرقين وش يقول لك؟ يقول لك أنتم ما وش على حق، وكان جيتوا على حق وما كنتم متفارقين. فالدين فرقتنا تنقص مصداقية الدين. قال الله سبحانه وتعالى فلذلك فادعوا، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم ادعوا في دينك، أساس دعوتك هو الدين، إقامة الدين، وكذلك الاجتماع على الكلمة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين كما قلنا مبنية على توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إقامة الدين أساسها هذا. أي عبودية يقوم بها الإنسان، أي عبادة يقوم بها الإنسان، عبادة قلبية، عبادة لسانية، عبادة بدنية، عبادة مالية، عبادة مالية بدنية، أي نوع من العبادات التي هي مفروضة علينا أو مشروعة لنا أن نقوم بها، يجب علينا أن نجعلها خالصة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني أن تكون هذه العبودية على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى فلذلك فادعوا، أي واحد منا إذا أراد أن يدعو في دين الله أن يدعو الناس إلى أمرين اثنين، إلى عبودية الله وحده لا شريك له، وإلى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ونحن لسنا قدوة، نحن لسنا قدوة ولا نمثل الدين، ما لا يوجد واحد فينا يمثل الدين، وإنما ندعو لله سبحانه وتعالى، نربط الناس بربهم، هذه الدعوة، الدعوة مبنية على هذا، اربط الناس بالله، استجاب ما استجاب، سبك لم يسبك، ضحك معك، ابتسم لك، كشر في وجهك، ضربك، أنت تدعو إلى الله، وخلي الطريق يمشي، اترك الأمور لله سبحانه وتعالى، أنت مأجور. فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، يعني كذلك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله عز وجل، كذلك ينبغي أن يكون على رأس من العبودية. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أعلمكم بالله وأخشاكم له. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبد عبودية، حتى الصحابة يعني نظروا في عبوديته فتعجبوا منها، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، ويصوم ويواصل صيام ويجاهد في سبيل الله، ويصلي لربه سبحانه وتعالى بالليل والنهار، ويذكر ربه على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام سرعان ما تمر عليه مواقف يبكي فيها لله بكاء شديدا، حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصيبهم من شيء من الحنة، أو يعني الرحمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يصيبهم من البكاء، وكان يسمع له وهو يصلي أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء في صدره، بكاء شديد في داخل صدره يسمع مثل أزيز المرجل، هذا الذي يستعمل في الغزل، يسمع له صوت وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. فكان هذه عبودية الرسول عليه الصلاة والسلام، له مقامات عالية وله عبودية في أخلاقه
وعبودية في جهاده، وعبودية في قضائه، وعبودية في ولائه وحكمه وسياسته، وهو عابد لله سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت، كما قال الله عز وجل: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يعني هذا دليل الذين هم أعداء الله سبحانه وتعالى يريدون الهوى، والدين جاء ضد الهوى، ديننا جاء عكس التيار متاعنا، احنا نمشي على التيار كما يقولون. الآن كان هناك تيار جارف، تيار جارف يجرف كل الدول مرة واحدة في الدين، في الدين، وهو تأصيل للأعياد الباطلة وتنقيص من شعائر الدين، تنقيص من شعائر الدين، وتيار تيار جارف. هذا التيار هذا الذي يمشي ضده، الذي يمشي ضده هو على الدين، الذي يستقيم على دينه يجد نفسه ضد التيار. لذلك اليوم قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض. التيار تيار تيار جارف، تطع أكثر من في الأرض. الذين هم من الناس اليوم أهواء، كل واحد يريد هواه ولا لا؟ لو كان الآن تخيل لو نستفتي الناس في المساجد في بيوت الله، اللي يصلي وبرك اللي يصلي، أهل المسجد اللي يصلي، كل واحد عنده رأي، كل واحد عنده رأي في إقامة الصلاة، توقيت إقامة الصلاة، لو تعطيهم أوقات الأذان ليغيروا لك الأذان، كل واحد يعطي رأي، كل واحد. لو تدخلوا كم تحب نديروا ما بين أذان الإقامة، واحد 10، واحد 20، واحد طول، واحد قصر، واحد اللي مشغول طول شوية، واحد يقول لك لا نزلوا قصر، كل واحد وش يقول. الناس تختلف أذواقهم، ألوانهم، طباعهم، كل شيء تختلف. هذه سنة، مخلوق الإنسان هكذا، تختلف طباعنا وألواننا. ننظر إلى بيوت الناس، ملابسهم، أذواقهم، طعامهم، مختلفة ولا مختلفة؟ الناس من السيارات يقول كانت تعجبني هذه، الأخر يقول تعجبني هذه. بيوتهم كل واحد دار مخطط، كل واحد يحتاج مخططه وعجبته شكل بيته. اللباس يقول كان هذيك اللباس اللي لابسه فلان مستحيل نقدر نحطه على لحمي أنا، والآخر لابس اللباس يتلذذ به. والطعم، الطعام، تذهب إلى الحج مثلا تنظر إلى بعض الناس يأكلون في بعض الأطعمة تكاد أنك ترد كل شيء وش عندك من شدة ما تعافه، وهو لو يرى طعامك ربما يوشى عليه، وهو يتلذذ بطعامه وأنت تتلذذ بطعامك. أذواق الناس مختلفة. ولما جاء الدين حملنا على دين واحد، ربما كثير من الناس يكون هواه عكس الدين. انظر إلى الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإسباغ الوضوء على المكاره. الإنسان يؤذن الأذان وهو يريد النوم. جاء دين، جاءت عبودية ضد الهوى، هواك يقول لك النوم، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم. شوف الآن وكأنه يخاطبك على هواك، يقول لك هواك، هواك الذي هو النوم، الصلاة خير منه، الصلاة خير منه. فيتذكر المسلم مباشرة ويقطع، يقطع مكامن الهوى، يقطعها بماذا؟ بتذكر ما عند الله. لهذا ربي سبحانه وتعالى في القرآن دائما يقول لك: وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير لو كانوا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شوف الآن دائما يعطيك أن هذا كل اللي في الدنيا لا يسوى شيء عند الله، وإنما الأصل هو الفوق. فيعلق قلبك بالمطامع العليا. إذا تعلق قلبك بالمطامع العليا تصير أنت هذه الأمور اللي فيها هواك، فيها شهوتك، فيها أشياء تدفعك في الدنيا هذه، تقطعها، تقول لا بد من تضحية. ولهذا يوم القيامة يقال لأهل الجنة: كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني حتى تنال ما عند الله لا بد من مخالفة الهوى. ما هو الهوى؟ لا بد أنك، أن هواك يقول لك كل في اليوم، في النهار أنت تصوم، تصوم، هواك يقول لك نم في الليل، أنت تقوم عكس. ولذلك أبرز العبوديات الصيام بالنهار والقيام بالليل، أبرز العبوديات مخالفة للهوى. الهوى الأكل والشرب والجماع، في النهار ممنوع لصائم. فيأتي الإنسان ويحبك نفسه على الصوم في ذلك اليوم رجاء أن ينال ما عند الله، ويترك هواه. نفسه تقول كل لا يأكل،
يشرب لا يشرب، جماع لا يجامع. نفس الشيء في الليل، الناس نائمون والبرد والفراش يدعو، يدعو الإنسان. فالآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولتركتم التلذذ بالنساء على الفروشات. يعني تنوض تقوم الليل لو تعلم ما يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، تترك ملذات الدنيا وتقوم في الليل قائما لله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في كلمة جميلة، قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة قيام الليل. وقال: وشرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن قيامه بالليل. انظر هذه الأمور اللي يعطاها ترغيب كبير كبير، وصيام يوم في سبيل الله يباعد وجهك عن النار 70 خريفا. هذه عبوديات ذات مقامات عالية، جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاكسة للهوى، معاكسة للهوى. فالدين أصله ضد الهوى. قال: وإسباغ الوضوء على المكاره. البرد الشديد يقوم إنسان يريد أن يتوضأ، صعب صعب. ماذا يحتاج؟ إلى أن يضع هواه تحت قدمه، يعفس على هواه يروح يتوضأ ويروح المسجد، يخرج في البرد الشديد ويذهب إلى المسجد. وهكذا يترك الإنسان البخل الذي هو من الهوى ويخرج زكاته، وهكذا يترك الإنسان البخل والعجز ويذهب إلى أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى. هكذا العبوديات تقوم على ترك الهوى، العبوديات. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد رتب الشارع من الأجر العظيم على العبوديات بقدر الترك، بقدر الترك. ولذلك قلنا احنا في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة من الناس تركوا لله، تركوا لله: إمام عادل، الإمام العادل هذا اللي هو حاكم يستطيع أن يفعل كثير من الأشياء، له نفوذ، يعني له نفوذ، استغلال النفوذ هذا من الهوى، ويستطيع أن يظلم ولا أحد يحاسبه. ترك هواه وعدل في سبيل الله، فاستحق أن يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. شاب ترك هواه في أشد نزعته وشهوته وقوة شبابه، ترك هواه ونشأ في طاعة الله. وهكذا الرجل الذي ترك امرأة قالت له هيت لك، امرأة ذات نصب وجمال ومال، ودعته إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ترك، ترك شيئا لله سبحانه وتعالى. ورجل معلق قلبه بالمساجد ترك اللهو واللعب والمرح والسياحة وغير ذلك، وبقي قلبه معلقا ببيت الله، يبحث عن الأذان متى يؤذن المؤذن ليذهب يصلي، ترك ترك. فانظر إلى هؤلاء الناس كم تركوا، كم تركوا، تركوا أشياء كثيرة من أهم الأمور في حياتهم من أجل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هؤلاء السبعة، منهم الرجل يجتمع مع صاحبه لا يجتمع معه إلا لله، والآخر كذلك يتصدق بصدقة بيمينها لا تعلمها شمال يخفيها، يترك الرياء لأن الرياء من الهوى. كلهم تركوا الهوى، كلهم كلهم تركوا الهوى. لماذا تركوا الهوى؟ من أجل الله. فاستحق السبعة هؤلاء أن يكونوا تحت ظل عرش الرحمن، جعلني الله وإياكم منهم يوم القيامة. انظر الآن الترك، ترك في سبيل الله مهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن الناس يريدون الهوى. قال العلماء، قالوا: إرضاء الناس غاية لا تدرك، غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. الله سبحانه وتعالى لا تترك إرضاءه، ابحث عن رضا الله. وأما الناس إرضاؤهم جميعا غاية لا تترك، لا تترك أبدا، مستحيل، لا تدرك، مستحيل ترضي جميع الناس، مستحيل أبدا. يعني الناس اليوم وفي قديم الزمان وفي مستقبل الزمان هم الناس، لا تستطيع إرضاءهم، وإنما ارضي الناس. ولذلك لما بعث لسلمان الفارسي كلمة لما تولى، قال له عمر رضي الله تعالى عنه فيما أذكر، قال له: ابعث لي كلمة تنصحني فيها، انصحني فيها. وهذا كان يبعث به الناس للولاة لما يحكموا المدن كالعراق والبصرة وغيرها والشام، يكتب له كلمة يقول له: أنت ولاك الله على المسلمين، اعلم
سددك الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن مفتاح الرضا عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت أرضيت الله كنت حكيما مع الناس. مو كاين الناس يقول لك أنا المهم رضي ربي ويسب الناس ولا يسمع للناس ولا يستشير الناس ويفعل أفعيل. الله عز وجل قال: وشاورهم في الأمر، للرسول عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام كانت المشاورة معناها أنه لا يرضي الله؟ يرضي الله. ومن إرضاء الله أنك تشاور الناس، تشاور الناس أهل الاختصاص الذي يستحق المشاورة، تشاور ماشي مشكلة، وتعمل أشياء، هذه الأشياء حكيمة في دين الله، في إطار الشرع. بعدين ما يهمك الناس قالوا أو نظروا أو علقوا أو سبوا، لا يهمك، أنت فعلت شيئا لله سبحانه وتعالى. لو كل واحد فينا يلتفت إلى الناس يصير في مشكلة كبيرة. ولكن المهم أنك ماذا؟ أنك ترضي الله أولا. والناس الذين يستحقون أن الاستشارة وأن تفهمهم وأن توضح لهم شيئا ما، مو مشكلة. أما باقي الناس ما يحتاج أصلا، ما يحتاج، امشي في طريقك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تعج المدينة بالمنافقين واليهود، اليهود والمنافقون يتكلمون أحيانا، الأعراب يتكلمون فيه عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لم ينتبه إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقعد يضيع في وقته مع الناس. حاكم الطريق طريق الرحمن سبحانه وتعالى والأمان. المهم أن الله يرضى، المهم أن الله يرضى. بعدين ربي سبحانه وتعالى الناس يلطف قلوبهم عليك لأنه رضي عنك سبحانه وتعالى. إذا رضي الله عز وجل عنك يرضي الله عز وجل قلوب الناس عليك، لأن القلوب بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أسخط الله، كالذين يفتون الفتاوى من أجل أن يرضي الناس ويكثر عدد المشاهدين في قناته، هذا الإنسان الذي يبحث عن منصب معين أو يبحث عن مكانة أو يبحث عن جاه أو يبحث عن مال أو يبحث عن شيء معين، وهو يفتي الفتاوى التي تحارب دين الله، مو تخدم دين الله أصلا، ومن أجل إرضاء الناس، فهذا يسخط عليه الله ويسخط عليه الناس. ولم ينتهي كما في التاريخ، لم ينتهي أمر إنسان فعل هذا الفعل بخير. كما ذكر بعض العلماء قالوا: كل الذين عرفوا بهذا من تقربهم إلى السلاطين وكذلك إفتائهم الفتاوى التي يسترضون بها الناس ويريدون بها الجماهير وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، كلهم لم يبقى لهم أثر، ما بقي لهم أثر، ما عندهم كتب ولا ليس لهم فتاوى ولا ليس لهم شيء، سخط الله عليهم واسخط عليهم الناس، نسأل الله العافية والسلام. فالمسلم يا إخواني الكرام، حتى في بيتك، حتى ما ليس معنى أنك تكون شديدا مع الناس، لا، أفهم الناس. إذا جاء واحد وقال لك: لماذا فعلت هذا؟ تقول له: والله فعلت هذا إرضاء لله سبحانه وتعالى، وأنا أريد أن أرضيك أنت لأني أحبك، ولكن الله عز وجل هو أولى، فإن رضي وإن لم يرضى لا يهمك، هو لا يمسك لك رزقا ولا يمسك لك حياة. لا بد أن تتربى فينا هذه الشجاعة، شجاعة معها حكمة، شجاعة معها حكمة. ممكن أشد على الناس ونقول له: هذا الدين، تحب ولا تكره، لا، لا نكون هكذا، وإنما نتكلم عن الناس بالتي هي أحسن، نفهمهم الذي يعني يستحق أن نفهمه ونرضي ربنا سبحانه وتعالى. كيف نرضي الله؟ نرضي الله عز وجل بإقامة دينه. أي شيء نريد أن نفعله نبحث ما هو قول الدين في هذا الأمر ونفعل ما أراد الله. الآن رضي عني الناس أم لم يرضوا؟ رضي الناس عني أم لم يرضوا؟ ولذلك يحدثني بعض الناس، شوف الآن في الوظائف، في وظائفنا نحن في الشركات والمؤسسات، كثير من الناس من مسكين يتخبط كيف يقيم صلاته، وين يصلي؟ يصلي البنات والنساء عاريات متبرجات، والجو جو العمل يشعر مسكين أنه في بلاد كفر في داخل تلك المؤسسة،
يعيش مع محيط لا يجد، لا يكاد أن يجد مكانا يركع فيه لله سبحانه وتعالى. وهذه مصيبة عندنا في بعض المؤسسات كثيرا، لا يوجد مكان يصلى فيه. وأحيانا في بلاد الكفر في مطارات كفرية، مصليات في أماكن بلاد كفر، مصليات في بعض الثكنات في بلاد الكفر، مصليات. يعني المصليات هذه هم يفعلونها ليس نصرة للدين، وإنما من باب أن يظهروا لك أنهم هم ديمقراطيون، يظهرون لك هذا. ولكن موجود مصلى ولا لا؟ موجود. نحن الآن في مؤسساتنا سواء كانت خاصة أو عامة، الأصل الإنسان الذي ولاه الله سبحانه وتعالى وكان مديرا أن يجعل مكانا للناس رجالا ونساء، مكان للنساء مكان للرجال، ولو مكان صغيرا، ولو كان يحمل رجلين، ولو لو كان عنده ضيق يجعلوا مكانا للصلاة. والله يبارك له الله في مؤسسته، مكان يصلي فيه الناس ومكان يتوضؤون فيه. الآن صار الناس لا يصلون، لما يذهب العمل لا يصلي، يقول لك ما لقيتش وين نصلي، وين نصلي ما لقيتش، ما لقيتش وحوايجي باش نبدل وباش نتوضا باش كذا، ويجيب سبه مسكين هكذا ويروح ما يصليش، وحتى يترك الصلاة. هذه سبب لي يترك الصلاة بها. ولكن الإنسان يكون شجاع، وتكون عندنا شخصيات، وأن بعض المبادئ في أنفسنا لا نضيعها، ما نسمحوش فيها، فيولي الإنسان يصلي حتى ولو حاربك أهل العمل. يحدثني بعض الشباب الذين عندهم حكمة وعندهم شجاعة، عنده شخصية ما شاء الله، قال لي أنه دائما المدير الذي هو صاحب الشركة يقول لي لا تصلي هنا، لا تصلي هنا، ويطاردني. قال فقلت له أنا أصلي، ويقول لي لا بد أنك تلبس كذا وتلبس هذه، ولا تصلي في الوقت الفلاني. قل له أنا وقت الصلاة أصلي، ووقت اللباس ألبس ما شئت. المدير شوف الآن، ولكن المدير لا يستطيع أن يستغني عن هذا الإنسان بالذات، لأنه إنسان يأتي في الوقت، وإنسان يعمل بقدر ما يعمل 10 من الآخرين، وهذا اللي إحنا لازم نبرهنوه. لو كنت في مكان وأنا في شركة وينظرون الناس إلي أنا نصلي، أنا هو اللي يصلي، ولكن ما ينظروش إلي نجي على 10 ونروح الزوج، ولا نكذب ويشدوا علي الكذب ويشدوا علي أشياء مش ملاح في العمل، يقول لك هذا زعما جماعة الدين وجماعة قال الله قال رسوله، هذا يقول لك زعما وقت الصلاة يروح يجري وهو يجي على 10 وقت الصلاة يروح يجري، ولكن يروح يصلي الإنسان في المصلى يريح ساعة ولا ساعتين، هذا سراق، يسرق معناتها أو يسرق في الوقت، وسرق الوقت كما سرق الدراهم، كي لك تسرق مناكيس تاع الناس. فانت انت مستأمن حتى ولو تعمل عند يهودي، مستأمن على عملك. فالان انت اعطي نظره جيده. يحدثني بعض الناس يقول لي والله نعملت عند الكفار، والله جعلوا لي مصلى، حطوا له مصلى، ولما يصوم يتضامنون معه، يعطونه مقدار من المال ويسرحونه في يعني ساعات متقدمة حتى ما يذهب إلى بيته متأخرا، احتراما له. لماذا؟ لأنه كانت عنده شخصية في نفس الوقت أثبت مكانته في العمل. القوا أنفسهم ما يقدرش يستغنوا على واحد كما هذا، كنز كنز، لأن عندنا إحنا ابتداء وانتهاء الأمور مبنية على الموارد البشرية، باش تكون إنسان ويكون إنسان عنده تجربة وصادق وأمين، وين راه موجود الآن؟ فهؤلاء يشدون على هؤلاء الناس بأسنانهم. فمثل الإنسان الذي يريد أن يثبت دينه فليفعل هذا، يكون متقنا للعمل، يكون صادقا، يكون أمينا على أموال الناس، على أعمال الناس، في نفس الوقت لا يسمح في هذه الأشياء، ما يسمح. مع مرور الزمن سيلبون لك طلبك، لأنهم يعلمون أنك إنسان لا يستغنى عنه. مو تفعل أشياء وتظهر أنك متدين، هذه مهمة يا إخواني الكرام، لا بد الإنسان ينتبه إليها. إذن إرضاء الله سبحانه وتعالى يجعل الناس يرضون عنك، ولما يرضى عنك الناس يعاملونك بطيبة ويحبونك، ويحبون وجودك ولا يحبون فقدانك، لأن رضا الناس. شوف الآن هذه عكس الآية، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض، وش قلنا احنا فيها؟ قلنا ربي علاه قال وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوف لما يكون إنسان هاجرين الناس ما يدروش معه، تخيل أنت عندك 10 أصحاب فقط، مش مجتمع كامل، 10 بقى، 10 من الناس يسكنوا معك في حي واحد، ويعملوا معك في شركة واحدة، ولا يدرسوا معك في الدراسة واحدة، ويصلوا معك في مسجد واحد،
يعني راح يدوروا في الأماكن اللي تدور فيها أنت، كلهم في 10 ما يتكلموش معك، في 10 ما يتكلموش معك، هجروك ما يتكلموش معك، تمشي في الطريق تتلاقى معهم، تفتح الباب تاع الدار تتلاقى معهم، تبدل طريق، تجي داخل الحانوت تلقاه داخل عاود تخرج. الآن الحدود نتاع الأرض اللي تدور فيها أنت ولا صغير، ما تبغيش تروح وين حبيت، تلقى جماعة قاعدين تقول معهم فلان ما نقدرش نروح نقعد معاهم. فالآن واش ولات لك؟ ولات الأرض ضيقة عليك، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الهجران يضيق الأرض على الناس، يضيق الأرض، تولي المساحة اللي تدور فيها أنت ضيقة. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. نقلبوا الصورة، نقلبوها، الرضا، يحبوك الناس كامل، يرضوا عنك كامل، تروح دق في الباب، في الباب ادخل والله تدخل تعشى عندنا، تدخل تتغدى عندنا، البيوت تسع مش الشوارع، البيوت تدخلها أنت، البيوت تدخلها، الناس كلها تحبك، كلها كل الناس يريدون أن يجلسوا معك، فتحس أن البلد كله ليك. وين تروح؟ وين تروح؟ أي مكان، فلان موجود هنا ما شاء الله أروح عندنا، يحبوك الناس. فتولي أي طريق تمر منه إلا وتجد استقبالا حارا، تعيش في جنة، تعيش في جنة. فإذا من أين نأتي بهذا الرضا؟ كيف يحبون الناس؟ كيف يحبون إرضاء الله سبحانه وتعالى؟ اربطها مع ربي سبحانه وتعالى، يعطيك الله من القبول في الأرض. إذا حبك الله، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله، هذا حديث جميل جدا، وبعض العلماء كان يحدثنا بهذا الحديث فيبكي بكاء شديدا، يقول: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، ينادي جبريل فيقول: يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه. تصور أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عنك هذا الكلام وانت لا تدري، يتكلم مع جبريل، الله يتكلم مع جبريل، قل يا جبريل إني أحببت فلانا في السماء السابعة. الكلام هذا، هذا في الملأ الأعلى، موش في الجريدة ذكروك أنت، ما ذكروكش في قناة من القنوات، ولا جاز اسمك في الشريط من تحت، مذكور عند رب العالمين: يا جبريل إني أحببت فلانا، يسميك باسمك فأحبه، يأمر باش يعود يحبك. جبريل ينادي في الملائكة: إن الله قد أحب فلان فأحبوه، في الملأ الأعلى كلهم يحبوك. تخيل بدأت المحبة من السماء وهابطة. ثم قال: فيطرح، فينادى أن يا أهل الأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيطرح له القبول في الأرض. نسأل الله من فضله. هاو الأمور الإنسان يخدم على جلها، أو المشاريع الكبرى، مشاريع. الآن كيف يحبك الله؟ ادخل القرآن الكريم، ادخل القرآن الكريم، ادخل السنة النبوية: إن الله يحب التوابين، تب إلى الله، يحب المتطهرين الذين يتطهرون من ذنوبهم ويتطهرون في ثيابهم، الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. أحسن، اتق الله، تب إلى الله، تطهر، اذكر الله، هذا أسباب يحبك الله بها. فلما يحبك الله سبحانه وتعالى ينشر لك حبا. الناس، بعض الناس تنظر إليه في البداية ما يعجبكش، ما يعجبكش وشكله، ما يعجبكش شكله، فينقذح في نفسك شيء من ربما ذمامة خلقته، أو ربما نظرته أو خلقته هذه تخليك ما تحبوش ابتداء، ابتداء. ولكن من الظلم أن تقول للناس هذاك الإنسان ما نحبوش، ولا ذاك الإنسان ما يدخليش في الرأس، من الظلم، ما دارلك والو هذا الإنسان، اكتبها عندك. لما تروح تقصر مع الإنسان هذا، بمجرد ما يتكلم معك كلمة اثنين تولي تحبه، تقول: فلان والله جلس ما حبيت واحد، أنت كنت حاب تكره، ربي سبحانه وتعالى خلاك تحبه درع لك. لماذا؟ لأن هذه القلوب يملكها الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يملكها، ما تملكها أنت ولا أنا. وأنت روح أعمل الآن، أعمل إشهارات ولا أعمل وش حبيت، حملات ولا إشهارات ولا وش حبيت، وإنما القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو القبول الحقيقي الذي لا يتزعزع، يعطيه الله لعبده. رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس ماذا قال لما مات رسول الله؟ لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاءت المدينة، تنورت المدينة، أضاءت، كان الشعلة فيها مصباح. ولما مات، لما كان يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظلمت المدينة، ولت ظلم المدينة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة يحبونه، كل الناس يحبونه،
الحجر يسلم عليه، الشجر يسلم عليه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله يحبه فجعل له هذا القبول. وأنت بقدر ما تملك من الحب لله وحب الله لك، فإن الله سبحانه وتعالى ينشر لك القبول عند الناس. لهذا لا تتبع أهواء الناس، ما تقول إن أنا نبيع شوية ديني باش يرضوا علي هؤلاء، وبيع ديني باش يرضوا علي هؤلاء، وباش نجيب المكانة الفلانية والمنصب الفلاني والمال الفلاني والجاه الفلاني. لا، ابقى على دينك وأقم دينك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كثير من الناس قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس اليوم في تيار، يمشون في تيار جارف والعياذ بالله. فالإنسان لا ينظر يقول كم الناس داروا كم الناس عملوا، هذا الهوى يسميه الهوى. ولا ينبغي لعبد يريد أن يقيم دين الله أن يتبع الهوى، لأن دين الله لا يقام باتباع الهوى. ثم قال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وهذا من الإيمان بالكتب، وهو ركن من أركان الإيمان. وأمرت لأعدل بينكم، يعني هذا من مهمات الداعي ومهمات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يعدل بين الناس. والعدل بين الناس أن يجمعهم الإنسان ابتداء على كلمة سواء، على كلمة لا إله إلا الله، جمعهم على الدين. وهذه من مهمات الداعي إلى الله، مهمات الإمام في المسجد، أن يجمع الناس على الخير، أن يجمع الناس على الخير، وأن يلطف بين قلوبهم، وأن لا يميل مع هذا وهذا فيكون أحزابا ويكون فرقا، وإنما يريد أن يكون جامعا. كذلك الرسول، كذلك الولي الأمر يكون رجلا جامعا للناس، يجتمع عنده الناس بكل أفكارهم، تجتمع الناس، يكون أداة للاجتماع. ثم قال الله تبارك وتعالى يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الكفار لهم أعمالهم وهؤلاء لهم، ما كاش تميع في الدين، الدين مع كاش تقارب أديان، مستحيل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مردود، كيف نتقارب معه؟ كاش تقارب أديان؟ القرآن يرد هذا، وحدة الأديان وتقارب الأديان التي صدعوا رؤوسنا بها، هذه القرآن يكذبها، القرآن يكذب هذه الأشياء. وهناك من ألف في هذا كتبا في مثل هذه المواضيع، وهي رد القرآن الكريم على مثل هذه الشبهات التي فيها تقارب الأديان وغير ذلك، وهذا مستحيل. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مستحيل، أنا بريء منكم. إبراهيم قال إنني براء، خلاص تبرأ منها. ومعنى كلمة لا إله إلا الله فيها براءة من الشرك وأهله، نتبرأ منهم وهم أهل الشرك. ما تستطيع أن توحد الأديان وتجعل هذا الدين عند الله واحد، الإسلام فقط. الذي يريد أن يجتمع معنا يدخل معنا تحت لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أرواحهم أعلن دخلوا تحت لا إله إلا الله. نجيك أنا ونقول نقول أنت تقول الآلهة ثلاثة ونقول إله واحد، ثم قلتم الله ثالث ثلاثة ونقول إله واحد، كيف نجتمع؟ ما نجتمع، أنت تسب لي ربي وتقول عنده صاحبة ولد وأنا أقول لا إله إلا الله، كيف نجتمع؟ مستحيل. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا. قال هنا لا حجة بيننا وبينكم، لا خصومة، وذلك هذا قبل نزول آية السيف كما قال مجاهد وغيره. لا خصومة، لا حجة بيننا وبينكم، أي إحنا الآن عندنا ديننا، في بداية الأمر عندنا ديننا، رأنا ندعو إليه وانتم ادعوا إلى دينكم، لا لكم أعمالكم ولنا أعمالنا. لا حجة، لا قتال، لا سيف، هذا قبل ما ينزل السيف. لما نزل آية السيف أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، مباشرة بدأ طريقة أخرى في قضية محاربة ومواجهة الكفار والمشركين. كمل بعد الأذان إن شاء الله. Thank you.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يوم القيامة كل هذا الناس الذين الآن يقومون في صف ضد دين الله عز وجل، فليعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل حجتهم داحضة، وعليهم غضب من ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم يمكرون ويمكر الله، وهم يخادعون الله وهو خادعهم. فكل من مكر ضد دين الله أو أراد أن يخادع الله فليعلم أن الله قد وقف له بالمرصاد. ربنا سبحانه وتعالى قال: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكل الذين يكفرون بالله ويحاربون دين الله فلينتهوا، فليتوبوا، فليستغفروا، لأن هذه المحاربة للدين ليست محاربة للمسلمين، وإنما هي محاربة لرب العالمين. فليعلم كل إنسان أن هذا الدين، الله سبحانه وتعالى لما ذكر الماكرين ذكر مكره هو. يعني أنت لما تولي مسألة المكر للدين أنت أجبد روحك، أنت قم أقم دين الله فقط، أنت أجبد روحك. ويمكرون ويمكروا الله، ما قالكش الله دلهم خطة مضادة، أنت أبقى على دينك، أقيم دينك فقط. ويمكرون يمكر الله. قال ربي سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فإن وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وكفى بالله، الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يعني الآن يبلغ الإنسان دين الله، مسألة الرد من الله حسيبا أي يكفيك الله، هو يكفيك من دون أن تجعل أنت خطة مضادة. والمسلم ليس مغفل، لا يكون مغفل. الأمر الآخر أن الله قال: ويمكرون يمكر الله. شوف الآن دائما الرد من عند من يأتي؟ من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله، أي أن الله هو الذي يكافيك، هو الذي يرد عليهم. نحن نكون فقط تحت دين الله، لسنا نحن أوصياء على دين الله، احنا لسنا أوصياء. الوصايا على الدين خطأ، يعني تشعر أنك أنت الذي تحمي الدين خطأ، الدين هو اللي يحمينا، إن الله عز وجل حافظ هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن ذكر الله هذا الدين محفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، محفوظ الدين. ولكن هل أنت حافظ للدين أم لا؟ فقط المسألة مش أنت تموت خلاص الدين، لا، ولا أنت تروح ترتد خلاص الدين يروح، لا. الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ظاهرين على الحق، طائفة من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام تقيم دين الله سبحانه وتعالى. الآن نحن الآن حفظنا، حفظ أجسامنا، حفظ أمورنا، قلوبنا، ديننا بحفظ الدين هذا. أما الدين من الذي يرد، من الذي يحفظه؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن الناس الذين يحاربون دين الله فليهنأوا، لن يستطيعوا أن يدمروا الدين. قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبطل. كل من يريد محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع الله عز وجل وصله، لا تجد له ميراثا علميا. هذه السنة موجودة في التاريخ، كل الذين حاربوا السنة لم يترك لهم أثر، ما عندهمش أثر. إن شانئك هو الأبطر، يقطع الله سبحانه وتعالى من أصله، لم تجد له شيئا. من أين أحفاد مسيلم الكذاب، أحفاد أبي بن سلول، أين أحفاد ابن أبي داود، ابن أبي دؤاد، وغيرهم ممن حاربوا السنة، حارب الإمام أحمد ابن تيمية، غيرهم الذين حاربوا السنة وين راهم موجودين؟ مكاش، لا أثر لهم، وراء كتبهم والرهيب مكاش مش موجودة. الذين أقاموا دين الله كتبهم موجودة، تشرح متون وغيرها، كتب فقه، كتب عقيدة موجودة. شيخ الإسلام تيمية كم حاربه من الناس. هذا الدين قائم، ما تخاف. الإمام أحمد وحده، إمام أحمد وحده. اللهم ما كان من العلماء من لم يستطع أن يقيم كلمة الحق،
يعني ما استطاع، ما كان عنده شجاعة مثل الإمام أحمد. الإمام أحمد قال القرآن كلام الله على الحقيقة غير مخلوق، هم قالوا كلام الله مخلوق، وأخذه المأمون وأخذه قبله، يعني أخذه الخليفة، وماذا فعلوا به؟ جلدوه وضربوه، ونصره الله سبحانه وتعالى. بعد مدة طلب منه العفو وخرج، خرج الإمام أحمد وجاء الناس كلهم يطلبون. ما زال إلى يومنا هذا الإمام أحمد إذا قيل الإمام أحمد الناس كلها تسمع له، لا يوجد أحد يتكلم في الفقه ولا في الدين ما يقولش كلمة قال الإمام أحمد رحمه الله. وكتبه المسند، مسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب الموجودة ورواياته الحديث موجودة إلى يومنا هذا، وتبقى إلى يوم القيامة لأنها من الدين الذي يحفظه الله. كذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يقول بمسألة الطلاق بثلاث في وقته، وعذب من أجلها، وضرب وعذب حتى صار الناس لا يستطيعون أن يتكلموا بهذه الكلمة في نفوسهم. صارت المسألة مسألة فقهية ولكن قامت عليها واحد الحس عجيب جدا، صار الناس يعذبون ويدخلون السجن من أفتى بالطلاق بثلاث. وصار ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لا أحد في الدنيا يقول مثل قوله، وحده فقط يقول بها. في ذلك الوقت أميت كلام شيخ الإسلام، ومات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في السجن، مات في السجن. انظر الآن مجموع الفتاوى والتفسير وكتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله موجودة إلى يومنا هذا. كل الذين كانوا يحرضون الحاكم على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثل الذين يحرضون على الدين الآن، على السنة اليوم، كلهم بتروا، لا يوجد لهم كتاب ولا نصيف كتاب إلى يومنا هذا. إن شانئك هو الأبطر، وكان يرددها شيخ الإسلام كثيرا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تتخيلوا يا جماعة فتواه في الطلاق بالثلاث، وهو أن الإنسان إذا قال لزوجته ركي طارق بالثلاث، يعني كان طلاق بالثلاث والطلاق ثلاث مرات في المجلس الواحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاث مرات في المجلس الواحد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يفتي بأنها تحسب طلقة واحدة، وكلهم كانوا يقولون لا، لا يوجد، والأحناف يتشددون في هذا، لا يوجد هذا الكلام، وممنوع هذا الكلام، ممنوع، ومن يتكلم في هذا يدخل السجن. وسجن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وضرب وجلد ومات في السجن من أجل هذه القضية وقضايا أخرى. ومات شيخ الإسلام تيمية ولم يصبح أحد يقول بهذا القول، مات القول هذا، مات القول هذا، مات واحد ما ولا يقول بها، لأن المسألة مسألة سجن وتعذيب، الناس تخاف. مرت الأيام، مات الحكام ومات الناس. اليوم 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 لا يوجد قضاء لا يحكم بحكم شيخ الإسلام تيمية. اليوم اليوم في كل البلدان حتى البلاد الحنفية في تركيا وطاجكستان وغيرها كلهم يقولون بفتوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كلهم. هذا نصر ولا ما نصر؟ نصر. مات شيخ الإسلام تيمية ونصر الله قوله. الذين كانوا في وقته آلاف الناس يحاربون كلام شيخ الإسلام تيمية، ولكن الله أراد أن يمكن لكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذا الدين ينصره الله سبحانه وتعالى، ينصره الله، لا أحد يستطيع أن يحارب دين الله، مستحيل. أنت ارتاح ارتاح، ولكن نحن مطلوب منا ماذا؟ أن نقيم دين الله، مطلوب منا أن لا نغفل، مطلوب منا أن نحرص وأن تأخذنا غيره على دين الله عز وجل، وأن نقيمه كما أمر الله سبحانه وتعالى وندعو إليه. ثم قال الله عز وجل الله يجمع بيننا وإليه المصير. يوم القيامة سيجمع الله بيننا وبين أعدائنا وإليه المصير، سنقف بين يدي الجبار ويسألنا، ولا تغيب غائبة عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. شوفوا الآن معي في سورة الشورى هذه ستجدون الكلام عن الرزق في أكثر من أربع مواضع، كلام عن الرزق، كلام جميل جدا. هذا في سورة الشورى هذه قبل ثلاث سنوات في بحيث صغير قدمته للجامعة، فيها الكلام حول الرازقية في سورة الشورى، كلام جميل جدا. شوف الآن الله لطيف بعباده، سيختم الآية بماذا؟ سيختم الآية لله ملك السماوات والأرض
يرزق من يشاء، يرزق من يشاء، شوف الرزق، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ستجد هذه الكلمة في أواخر سورة الشورى التي بدأت بالوحي وانتهت بالوحي، وثنيت بالرزق وبدأت ما قبل الأخير بالرزق، يعني انتهت ما قبل الأخير بالرزق. ستجدون الآن، سنقف مع بعض الكلمات، شوف الآن، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. شوف الآن كلمة جميلة جدا هنا، شوف لطيف، ما معنى لطيف؟ الله لطيف بعباده، ما معنى كلمة لطيف؟ اللطيف قال العلماء فيها معنيان، فيها معنيان، ولو واحد منا، كل واحد منا تعرف إلى الله بأسمائه وصفاته لازداد حبا لله. كل واحد فينا لو تعرف إلى الله بأسمائه وصفاته لازداد حبا في الله عز وجل لله. انظر لو نجتمع جميعا ونتكلم لك على إنسان ما تعرفه أنت، ما تعرف، نبدأ نقول لك فلان ما شاء الله إنسان كريم، ما شاء الله كيف يكرم الضيف، ما شاء الله، وإنسان صادق ما يكذب، عنده كلام جميل، وإنسان كلامه جميل جدا، وإنسان قلبه طيب، وإنسان فيه كذا، وإنسان شجاع، وفيه كذا وفيه كذا، أنت ستحبه من دون أن تراه، تحبه من دون أن تراه وستشتاق إليه. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. مع كراهيتنا للموت، لأننا نحب الحياة، نحب أن نتشبث بالحياة، لو نعرف الله حقيقة المعرفة سيصل بنا المقام إلى مقام عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بل الرفيق الأهل، لأنه يعرف الله فيحبه فأراد أن يلتقيه. فالإنسان المؤمن لابد عليه أن يكثر من ذكر الله وأن يتعرف على الله. ما معنى كلمة اللطيف؟ اللطيف تحمل معنيين، فيها معنيين. المعنى الأول هو العالم بالأسرار وخبايا وخفايا الناس وما في صدورهم، عارفك أنت، عارفك أنت كما أنت هكا، احنا ما نعرفوش وش راك تفكر، وقلبك يمر عليه أحيانا الكبر وأحيانا المحبة وأحيانا التواضع، ويتخبط القلب هذا رايح جاي، وتمر عليه أحيانا يمكر، أحيانا كذا، أحيانا يحب، أحيانا يكره، أحيانا يسخط، أحيانا يمل، هذا القلب، هذا الخفية، هذه السويداء الموجودة فيك واحد ما يعرفها، واحد ما يعرفها. أحيانا أنت تقول أني حير في روحي، أحيانا الله يعرفك، يعلمك، يعلم خباياك بدقها وجليلها سبحانه وتعالى، يعرف ما يليق بك، أمر وش يليق لك أنت، وش يليق لك يعرف الله عز وجل. أحيانا واحد منا يدخل الدكان يريد أن يشتري معطف مثلا، يريد أن يشتري معطف وعنده شوية حيرة، حاير شوية، حاير في اللون، حاير في النوعية، حاير حاير، يخزر فيك إنسان هذاك ليبيع وانت عجبك هذاك الإنسان، يقولك شوف خليني شو خير لك أنا حاجة ما شاء الله، لا يقولوا لا خير، قول خير، ولا عنده خضار يقولك خليني نخير لك أنا وانت ثق فيه الإنسان هذا، قل له يلا ما شاء الله، الله يختار لك. ما رأيك الله يختار لك في حياتك كلها؟ يختار لك منهم أبناؤك، ما هو رزقك، ما هو سكنك، ما هي وظيفتك، ما هي مقدار صحتك، الله يختار. تخيل الله يختار، أيهم أفضل؟ لو يعطون أمك تختار لك، تقول أمي رحيمة، أمي رحيمة، والله ما تختار لك مثل الله سبحانه وتعالى، لأن الله لطيف، عالم بما يليق بك أنت، كلك، ظاهرك، باطنك، كلك كامل، الله عالم بالأسرار والخفايا والخبايا سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول تاع كلمة لطيف. المعنى الثاني هو أنه رفيق ورحيم سبحانه وتعالى ومحسن إلى عباده، يوصل إليهم الإحسان. شوف الآن عملية عجيبة جدا، لو يبقى الإنسان مع اسم الله اللطيف سيزداد عجبا. من المعاني في أسماء الله اللطيف أنه يوصل الإحسان إلى عباده من حيث لا يشعرون. شوف من حيث لا يشعر الإنسان، ربي سبحانه وتعالى يوصل له الإحسان من حيث لا يشعر. من النعم التي نحن فيها أنه أحيانا الواحد منا رايح يجيه شر وربي يدفعه عنه ولا يشعر، هذا يسموه تقدير
تقدير لا يعلمه الإنسان. هذا التقدير من النوع الثالث المذكور في أصحاب الكنز المذكورين في سورة الكهف. أصحاب الكهف، في أصحاب الكنز، كنزهم تحت حائط. شوف كنزهم تحت حائط، هم ولاد صغار ما يعرفوا، ما يعرفوا. أبوهم صالح، رجل صالح، مات، خلى كنز تحت الحيط. شوف الآن الكنز الذي تركه الأب، هل الأولاد الصغار هذو يعرفونه؟ ما يعرفوا، ما يعرفوا. الحائط كان راح ينهدم، الحائط كان راح ينهدم. الآن أتخيل انهدام الحائط هذا والكنز، وجود الكنز، الأولاد لا علم لهم به، ما عندهم خبر. مجيء الخضر رحمه الله وعليه السلام مع موسى عليه الصلاة والسلام إلى الحائط، إلى القرية، استطعموها. هذه تقديرات ربانية الله يصرفها سبحانه وتعالى، إلى أن انتهى الأمر بأن أقام الحائط. شوف الآن لما أقام لهم الحائط من أجل ماذا؟ من أجل إبقاء الكنز. كان راح يجي واحد الشر، وشن هو؟ يريب الحيط ويظهر الكنز ويدوه الناس، هذا شر، هذا مكروه، يسموه احنا مكروه. كان راح يصيبهم مكروه، وهو ذهاب المال الذي تركه لهم أبوه. ولكن هذاك المكروه كانوا يعرفوه، ما يعرفوه. ومن بعد جاء الخير. ما هو الخير؟ هو أن أقيم الحائط مرة ثانية، يعني دفع عنهم الشر، دفع، راح. عرفوهما ما عرفوش؟ قضاء وقدر، قدر قدره الله، وهو أنه كان رح يجي مكروه ودفع ذلك المكروه وهم لا يعلمون. إحسان من الله سبحانه وتعالى، لطف الله، من لطف الله عز وجل أنه يعلم ما يليق بعباده وهو أعلم به، أعلم سبحانه وتعالى. فمن لطفه أنه يرزقهم بمقدار سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، بقدر معلوم. فالإنسان كل واحد منا الذي يرزقه من هو؟ ما نقولش الرزاق فقط، اللطيف، لطيف سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت في الفاصلة وهو القوي العزيز لا يعجزه شيء. لو كل واحد يعطيه الله سبحانه وتعالى مقداره، يطلبه الله يعطيه، ما ينقص ذلك شيء من ملك الله، ولا يعجزه ذلك سبحانه وتعالى. فهذه من معاني الله عز وجل اللطيف، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء. وهذا مما سنقف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والحمد لله رب العالمين.